يوماً ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب جالساً يشاهد التلفاز ويستمتع بأكل الحليب والشوفان، إذ سمع طرقاً على الباب. ترى من يكون في هذا الوقت المبكر؟ قام الأستاذ ثعلوب ليفتح، وفي طريقه ظل يدعو ألا يكون أحد الحيوانات قد أصابه مكروه. وعند الباب رأى إحداهن واقفة في قلق شديد. كانت تلك هي السيدة رشيقة. صباح الخير سيدة رشيقة، كيف حالك اليوم؟ صباح الخير أستاذ ثعلوب، هل لك أن تساعدني في أمر عاجل؟ بالتأكيد، تبدين قلقة جداً، ما الأمر؟ ابني الصغير دبدوب المحبوب علق عالياً في الشجرة. وكيف حدث هذا؟ لقد التصق في خلية نحل، كل ما أراده كان العسل، وهو الآن عالق هناك، أخشى أن يقع على الأرض أو يصيبه أي مكروه. ليس في وجودي سيدة رشيقة، لحظة. ها قد جئت. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته على الفور وأحضر حقيبة الأدوات التي يحتاجها من الداخل، وضعها في سيارته الجيب الأنيقة، وساعد السيدة رشيقة في الركوب. وأخيراً وبعد طول مسير وصل إلى وادي الأشجار، حيث كانت الشجرة الطويلة ذات خلية النحل التي التصق بها دبدوب الصغير. أسرعوا! اصبر قليلاً دبدوب الصغير، فنحن سنساعدك في النزول. لا تخف يا صغيري، أستاذ ثعلوب سيساعدك في النزول بعد لحظات. كل ما علينا فعله الآن هو بناء سلم. جلب الأستاذ ثعلوب بعض المسامير المعدنية وبعض قطع الخشب من حقيبة أدواته. سيدة رشيقة، هل ساعدتني في حساب عدد المسامير لدي؟ بالطبع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ولكنهم كانوا 10. ها هو. أنا قادم لمساعدتك يا دبدوب. 1 2 3 4 خمسة. أنا قادم. 6 7 8 9 10. أنت هنا أخيرا. هيا تشبث بي جيدا، سننزل معا. المنظر مخيف. لا تخف، اقترب، تعال. وهكذا استطاع الأستاذ ثعلوب أن ينقذ دبدوب المحبوب. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب، لقد ساعدتنا كثيرا. لا عليك أبدا سيدة رشيقة، كن حذراً في المرة القادمة. شكراً أستاذ ثعلوب. في هذه اللحظة ودع الأستاذ ثعلوب كلاً من السيدة رشيقة وابنها دبدوب المحبوب، ثم أدار سيارته واتجه عائداً إلى المنزل مبتسماً يقول في نفسه: نعم الأصدقاء، الصديق وقت الضيق. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.
ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحباً. مرحباً أستاذ ثعلوب، أنا الملك سب. أهلاً مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالاً. شكراً لك، سأكون في انتظارك. حسناً، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن أوه لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. أوه حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل. جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا، أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب، لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض.
أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى، ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان، أنت ثانية؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه. المعذرة. سيد نعسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من؟ أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه، أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائماً واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذراً، يبدو أن النعاس قد غلبني مجدداً. يا إلهي، لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسناً أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل. يا إلهي. أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل. هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد،
تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسناً. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعاً. سيد نعسان، لقد انتهيت، يمكنك الذهاب الآن. شكراً، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجدداً. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس. يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم، إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير، علي الذهاب إلى المنزل حالا. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة، لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقط أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريث قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة. ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً، المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا.
أنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم نعم أشكرك أستاذ ثعلوب، أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطع تقطعه قطعك. نعم نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها، فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سنعقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتا أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسنا. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئا فشيئا، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكرا سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟
حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. أخيراً! تفضل جربها. حسناً! أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. إحدى ليالي الصيف الحارة جداً، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه وبدأ يهمهم بصوت خافت. يا لها من ليلة حارة، لا أحتاج إلا حمام ماء منعش. وبعدما أخذ أستاذ ثعلوب حمامه المنعش، خرج ليتابع برنامجه المفضل على التلفاز وهو يحتسي كوباً من بوضة ثعلوب المميزة مسترخياً وسعيداً. حوريك، أنا اللي هكسب والجائزة هتكون منك. وبينما هو كذلك إذ سمع طرقاً على الباب. ها؟ ها؟ كان ذلك وفيق البطريق. أهلاً صغيري وفيق، لم أرك في الغابة منذ مدة، كيف حالك؟ أهلاً أستاذ ثعلوب، كنت أحاول مؤخراً تعلم أحدث طرق الطبخ كما نصحتني قبل ذلك. جميل جداً، أعتقد أنك ستصبح أفضل طباخ في الغابة قريباً. لا أعتقد ذلك. ها؟ لماذا؟ تعال معي يا وفيق لنكمل حديثنا بالداخل. وبعدما دخل الاثنان، بدأ أستاذ ثعلوب في إعداد شيء رائع يحبه وفيق. استرح هنا ريثما أعد لك كوبا من البوضة المثلجة اللذيذة. حقا؟ إليك بوضة ثعلوب المميزة. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. أخذ وفيق يلتهم البوضة في نهم شديد. أخبرني، هل أعجبتك خلطة ثعلوب المميزة للبوضة؟ أجل، تلك هي أفضل وصفة تذوقتها في حياتي، أنت ماهر حقا. سوف أعلمك إياها قريباً، ولكن الآن هل لك أن تخبرني ما هي مشكلتك؟ الصيف أستاذ ثعلوب. الصيف؟ ما مشكلته؟ ترتفع درجة الحرارة في الصيف كثيراً مما يؤثر علي بالسلب، فلا أستطيع أن أباشر أعمالي
وأكون دائما في حالة يرثى لها. يبدو ذلك واضحا عليك. أستاذ ثعلوب، لقد لجأت إليك لتجد لي حلا، فأنا أعرف أنه لا توجد مشكلة في وجود أستاذ ثعلوب. فكر أستاذ ثعلوب مليا ثم قال لوفيق البطريق: هلا أمهلتني بعض الوقت يا وفيق، سأتصل بك وقتما أجد الحل. أستاذ ثعلوب، أنا واثق بك وسوف أنتظر مكالمتك بشغف كبير. بعدما ودع أستاذ ثعلوب وفيقا الصغير، أخذ يفكر في حل لمشكلته. كان وفيق يحاول الاتصال مرارا وتكرارا ليسأل أستاذ ثعلوب إن كان قد توصل إلى حل لمسألته أم لا، وفي كل مرة كان أستاذ ثعلوب يطلب منه أن يصبر قليلا حتى ينتهي من إعداد الحل له. دخل أستاذ ثعلوب ورشته وأخذ يحاول إيجاد فكرة من شأنها تسهيل حياة وفيق وإيقاف معاناته. ها قد انتهيت. في الغد سوف أتصل بوفيق لأخبره أنني قد حللت مشكلته. نام أستاذ ثعلوب حتى الصباح، وبعد شروق الشمس نهض من سريره وهرع إلى الاتصال بوفيق وطلب منه أن يحضر فوراً. وبعد دقائق قليلة وصل وفيق البطريق. مرحباً عزيزي وفيق. مرحباً أستاذ ثعلوب، انتظرت اتصالك بتلهف شديد. تفضل. انظر، هذه السترة بها حل لمشكلتك. عظيم، ولكن كيف ذلك؟ أخبرني. عليك أن تستخدمها وسوف تفهم على الفور. وما إن لبس وفيق السترة حتى بدأت في العمل، وعندما أحس بالبرودة تسري في عروقه وتصل إلى أطراف جسده قال: أستاذ ثعلوب، حقيقة أنا عاجز عن شكرك، أنا سعيد جداً ولن أنسى معروفك هذا أبداً. واجبي يا بني. لا أصدق نفسي حقاً أستاذ ثعلوب، إني أشعر بالبرودة في كل أطرافي، يا له من إحساس مريح ورائع. أسعدتني يا صغيري. هل طلبت منك شيئاً آخر أستاذ ثعلوب؟ نعم تفضل. لقد اشتقت لتذوق بوضة ثعلوب المميزة. في الحال، قام أستاذ ثعلوب من مكانه واتجه إلى ثلاجته، ثم أخرج منها كوبا كبيرا من البوضة التي تنعش صديقه الصغير وفيق. شكرا لك أيها الصديق الرائع. تفضل. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. انكب وفيق على البوضة اللذيذة وراح يأكلها بشهية مفرطة. وبعدما انتهى غادر منزل أستاذ ثعلوب وهو يودعه قائلا: شكرا لك أيها الصديق الرائع. وهكذا جلس أستاذ ثعلوب في منزله أمام تلفازه مستريحا مطمئنا بعدما ساعد الصغير في حل مشكلته وأدخل السرور على قلبه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره
خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه. نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو ألا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريبا. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلا لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيرا، شكرا لك. أستاذ ثعلوب، أعتذر مجددا لمجيئي المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً، وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أغبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر، لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضاً أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب ولكنني ترددت في ذلك، أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب. بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي. وبعدما عاد لمنزله، اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب، لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا، انظر هنا، هذه مخططات من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت، شكرا لك أستاذ ثعلوب. ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها.
وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت مليا في الأمر ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساج في بناء السفن لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضا يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ علوم، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معا لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. ها؟ عندي الكثير من هذه الأخشاب لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماحي في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم وانطلق عائدا تبدو عليه علامات الراحة والهدوء لأنه قدم معروفا وساعد صديقا. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في إحدى ليالي الربيع المقمرة، وبينما كان الأستاذ ثعلوب مسترخيا يحتسي شرابه المفضل في شرفته، إذا به يسمع صوت هاتف المنزل. ترى من الذي يتصل في ذلك الوقت؟ مرحباً، من معي؟ أستاذ ثعلوب، أنا سبع. الملك سبع؟ أهلاً وسهلاً بك. أستاذ ثعلوب، هل لك أن تزورني في الصباح الباكر لأقص عليك أمراً ما؟ بالطبع، سأكون هناك. وبعدما أغلق الأستاذ ثعلوب الهاتف اتجه لفراشه حتى يخلد للنوم مبكراً لأنه لم يرد أن يفوت موعده مع الملك. في صباح اليوم التالي استيقظ الأستاذ ثعلوب ودخل ليأخذ حماماً منعشاً، بعدها ارتدى ملابسه مستعداً لموعده مع الملك سبع. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل أدخله؟ بالتأكيد، أدخله في الحال. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير سيدي، هل تأخرت عليك؟ لا لا، أنت دائما في الموعد. كيف حالك أستاذ ثعلوب؟ أنا بخير، وكيف حال الصغير شبول؟ إنه بخير، فكما تعرف شبول شقي جداً ولا يكف عن الهرولة هنا وهناك، ولكن بفضل سوارك نستطيع أن نصل له بسهولة. أشكرك على صنيعك الطيب. على الرحب والسعة، هل أخبرتني ما الأمر الذي يقلقك؟ كما تعلم فقد ازداد عدد سكان غابتنا مؤخراً. بالتأكيد، لقد ازداد عددهم كثيراً. نعم، ولكنني لا أستطيع أن أصل إليهم جميعاً للاجتماع بهم. لهذا طلبت منك المساعدة.
أريدك أن تجد حلاً لأجمع كل حيوانات الغابة في نفس الوقت. دعني أفكر، سأحتاج لبعض الوقت. لك ذلك أستاذ ثعلوب، ولكن أرجوك لا تتأخر في الرد علي. لا تقلق جلالتك، في الغد سوف أعود لك بالحل. خرج الأستاذ ثعلوب ثم صعد إلى سيارته وهو يفكر كيف يحل مشكلة الملك سبع، فكل ما واجهه من قبل لا يعد شيئاً أمام هذا التحدي الصعب. الأمر أصعب مما تخيلت، علي أن أخذ قسطاً من الراحة. عاد الأستاذ ثعلوب لمنزله وجلس على أريكته المريحة، فقد اكتفى بهذا القدر من التفكير في حل المشكلة. وبينما كان يشاهد التلفاز إذ فجأة وجدتها! اتجه الأستاذ ثعلوب سريعاً إلى ورشته وقام بتصميم جهاز جديد أنيق. أخذه وصعد إلى سيارته وانطلق فوراً إلى بيت الملك سبع. أستاذ ثعلوب، اعتقدت أنك ستأتي غداً، هل وجدت حلاً لمشكلتي؟ أجل، هذا الجهاز به حل مشكلتك. هذا رائع، ولكن ما هذا الشيء؟ هذا مكبر صوت، صنعته خصيصاً لأجلك. كلما أردت أن تجتمع بالحيوانات عليك أن تزأر خلاله. أستاذ ثعلوب، أنت عبقري. ولكن خذ حذرك، فصوته قوي وقد يتسبب في ذعر من بالجوار. بالتأكيد، أنا عاجز عن شكرك أستاذ ثعلوب، لن أنسى لك صنيعك هذا. هذا من دواعي سروري. إلى اللقاء أستاذ ثعلوب. وهكذا غادر الأستاذ ثعلوب وقاد سيارته عائدا إلى منزله منشرح الصدر، تبدو عليه الراحة والهدوء. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في يوم هادئ لطيف استيقظ الأستاذ ثعلوب من نومه بنشاط وحيوية، فأخذ حماماً منعشاً واستعد لتناول فطوره الصحي المغذي من الفواكه والخضروات مع البيض وكوب اللبن بالشوفان وبعض الجبن الطازج والخبز. إلا أنه لاحظ أن الخبز قد نفذ من عنده وأنه بحاجة للذهاب لشراء بعض الخبز. علي أن أذهب سريعاً لأشتري بعض الخبز من مخبز الآنسة نغم العصفورة حتى يكتمل فطوري اللذيذ. آه، كم أنا جائع! حمداً لله أن مخبز الآنسة نغم ليس بعيداً، لن أحتاج إلى السيارة. قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى المخبز سيراً على الأقدام، فهو يعشق السير في الغابة وتأمل مناظرها الخلابة. وفي طريقه، أستاذ ثعلوب! أهلاً سلطان! أخبرني، هل تنام جيداً؟ لم أنم نوماً عميقاً كذلك من قبل،
شكرا لك أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي، إلى اللقاء. وأخيرا وصل الأستاذ ثعلوب إلى مخبز الآنسة نغم، ففوجئ بطابور طويل أمام المخبز، أوله عند الآنسة نغم في نافذة المخبز حيث تسلم طلبات الخبز، وآخره عند الأستاذ ثعلوب الذي وقف ملتزماً دوره لأنه يؤمن أن النظام هو قوام النجاح. يا لهذا الطابور الطويل! ظل الأستاذ ثعلوب يتقدم رويداً رويداً مع تحرك الطابور حتى وصل إلى مقدمته حيث الآنسة نغم التي كانت قد أنهكت تماماً، وكان الأستاذ ثعلوب هو الزبون الأخير. أهلاً أستاذ ثعلوب، تفضل. أهلاً آنسة نغم، تبدين متعبة كثيراً. أجل أستاذ ثعلوب، الأمر أصبح صعباً ومضنياً. لماذا؟ ازداد عدد زبائني مؤخراً بعدما قمت بإجراء توسعة في المخبز وتحسينات في منتج الخبز. شيء عظيم. أعلم أنه شيء جميل ومفرح، لكن على الجانب الآخر فمعدل إنتاج الخبز لدي بطيء ولم يعد يناسب عدد الزبائن. ولماذا معدل الإنتاج بطيء؟ كما تعرف أستاذ ثعلوب، فإن طحن الحبوب يحتاج وقتاً وجهداً، وقد يمتد لساعات طويلة، مما يؤثر على معدل الإنتاج في النهاية. كيف سأحل لها هذه المشكلة؟ حسناً آنسة نغم، اسمحي لي أن أذهب لأتناول فطوري الذي ينتظرني منذ ساعتين، وفي المساء أرجو أن تمري بمنزلي لأعطيك حلاً لمشكلة مخبزك الجميل. حقاً أستاذ ثعلوب، أنا متحمسة لذلك جداً، إذن سأنهي عملي وأمر بك على الفور. إلى اللقاء مساءً آنسة نغم. إلى اللقاء أستاذ ثعلوب. ذهب الأستاذ ثعلوب إلى منزله وتناول فطوره أخيراً. الآنسة نغم تصنع أجود أنواع الخبز، علي حل مشكلتها حتى لا نحرم من ذلك الخبز الشهي. عمد الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الفنية، وهناك عكف على البحث والقراءة لحل مشكلة الآنسة نغم. إلى أن توصل إلى فكرة اختراع رائع. الآن انتهيت. سأذهب للأستاذ ثعلوب وأعود بحل ينعش مخبزي العزيز. إنها بالتأكيد الآنسة نغم. مرحباً آنسة نغم، تفضلي. مرحباً، هل استطعت أن تجد حلاً لمشكلة أستاذ ثعلوب؟ لما لا تجربي هذا الاختراع؟ اختراع جديد من أجلي؟ بالطبع، صنعته خصيصاً لك. هذا رائع. إنها آلة ثعلوب السريعة لطحن الحبوب. عظيم، وكيف ستساعدني؟ هذه الآلة من شأنها تسريع طحن حبوب القمح التي يصنع منها الخبز، وبذلك يقل الوقت الكلي للخبز، مما سيفي بطلبات الزبائن ويريحك آنسة نغم في عملك. حقا أنا ممتنة لك كثيرا، لا أجد كلمات تعبر عن شكري لك. لا شكر على واجب آنستي. أنت حقا شخص طيب وكريم أستاذ ثعلوب. أريدك أن تشغلي الآلة الجديدة ابتداء من الغد، وسأتصل بك لأطمئن على النتائج. حسناً أستاذ ثعلوب، سأفعل. يجب أن أذهب الآن، أشكرك مجدداً. إلى اللقاء يا آنسة نغم، ليلة سعيدة. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب الآنسة نغم، ثم جلس على أريكته الوثيرة ينظر إلى الغابة من خلال النافذة بجواره ويتأملها، وهو يقول في نفسه في سعادة: ما أجمل مساعدة الأصدقاء. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.
كان خنزوان راقداً في سريره، لم يفلح في النوم رغم أنه حاول بكل جهده، لذا تشكلت هالات سوداء تحت عينيه. لا، ليس مجدداً، أشعر بالنعاس الشديد لكني لا أقدر على النوم. ماذا يحدث؟ وجدتها، سأكلم الأستاذ ثعلوب. أمسك خنزوان بالهاتف واتصل بالأستاذ ثعلوب الذي كان نائماً حينها. مرحبا. أهلاً أستاذ ثعلوب. أهلاً خنزوان، هل أنت بخير؟ ليس تماماً، لا أستطيع النوم. ولما هذا؟ لا أعرف. حسناً، عد للسرير وأغلق عينيك ثم عد إلى ألف، ستجد نفسك حينها تغط في نوم عميق. حسناً، سأحاول أن أفعل هذا. شكراً أستاذ ثعلوب. ليلة سعيدة. حسناً، الآن 1 2 3 4 5 6. هذا لم يجدي نفعاً. مرحبا. مرحبا، هذا أنا مجددا. ألا زلت مستيقظا؟ أنا مستيقظ منذ 3 أيام. هذا فظيع. أرجوك ساعدني أستاذ ثعلوب. سأنهض وآتيك حالا. تفضل أستاذ ثعلوب. ما الذي يوقظك عزيزي؟ أنا لا أعلم. هل أنت مضطرب؟ هل تفكر أكثر من اللازم؟ هل تكثر من القهوة؟ لا أفعل أي من ذلك. في الواقع أشعر بالنعاس الشديد. هل أريتني حجرتك من فضلك؟ بالطبع. الإضاءة ليست مزعجة، ودرجة الحرارة معقولة. الوسائد باردة ورائحتها زكية كرائحة الخزامة. أرأيت؟ كما قلت لك. دعنا نلقي نظرة على سريرك. أها، توجد هنا بعض الألواح المكسورة. هل علي أن أتخلص من السرير؟ لا، نحن فقط سنبدل الألواح المكسورة بأخرى جديدة. تحتاج إلى 1 2 3 4 5، 5 ألواح جديدة. انتظر هنا. أزال الأستاذ ثعلوب الألواح المكسورة ووضع الألواح الجديدة بدلاً عنها. حسناً، انتهى عملي هنا. أنا أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. تثاءب الأستاذ ثعلوب عندما رأى خنزوان، ثم قرر العودة قبل فوات الأوان
للحصول على قسط وافر من النوم قبل أن تطلع الشمس ويبدأ اليوم. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.